بداية مع صحيفة اللواء، تساؤلات حول الرد الممكن والمحدود الإيراني. ثمة تساؤلات يتم تداولها على أكثر من صعيد، منها على سبيل المثال لا الحصر. أين ستوظف إيران تفهمات الرد الممكن والمحدود في ملفات المنطقة المربكة؟ في التشديد على وقف إطلاق النار في غزة أو في الحفاظ على حماس في غزة بعد اليوم التالي للحرب؟ في تعزيز مكاسب حزب الله في التسوية السياسية المرتقبة في لبنان؟ أو في إعادة تفعيل دور فصائل الحشد الشعبي في العراق؟ أم في تثبيت سيطرة الحوثيين في اليمن والحصول على الاعتراف الأمريكي والغربي بحكومة الحوثي في صنعاء؟ وقبل كل ذلك طبعا المشاركة في أي مؤتمر لترتيب أوضاع المنطقة بعد حرب غزة وتوفير الضمانات الدولية لاستمرار المشروع النووي والعمل على رفع العقوبات المالية والاقتصادية عن إيران. لعله من المبكر الخوض في احتمالات أجوبة التساؤلات المطروحة، ولكن الأيام المقبلة كفيلة بإظهار الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ننتقل إلى صحيفة النهار. الهجوم على إسرائيل واشنطن الرابح الأكبر. نجحت إيران في كسر حاجز الخوف عن ضرب إسرائيل، وهذا صحيح، لكن طهران أظهرت مرونة شديدة تجاه الشيطان الأكبر وتنسيقا معه، وبالتالي قابلية الحل والاتفاق وأيضا بناء السلام في المنطقة. ربما أفادت واشنطن وسمحت بالضربة لإرغام حليفتها على بعض التنازلات، وبالتالي الذهاب نحو سلام بشروط ميسرة والقبول بحل الدولتين. وحققت واشنطن فوزا معنويا بأن أثبتت بأنها ضابط الإيقاع ما بين الحلفاء والخصوم، وأنها لا تزال قادرة على لعب هذا الدور. فإسرائيل تحتاج إليها قوة دعم ودفاع وتمويل، ولا يمكنها خوض حروب من دون ضوء أخضر أمريكي. وإيران تتجنب إقحامها في حرب ضدها لأنها تدرك قوتها العسكرية والحربية ومحدودية قدرة أذرعها في مواجهة الشيطان الأكبر. نختم مع نداء الوطن. لا جلسة للحكومة بل تشاور الحزب، يبلغ الاعتدال جوابه اليوم. أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكي مساء أمس أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم بجلسة تشاورية، وبدأ أن هذا التعديل مرتبط بعدم توافر نصاب الجلسة. من جهة ثانية، علمت نداء الوطن أن اجتماعا سيعقد اليوم في مقر كتلة الوفاء للمقاومة في حارة حريك بين نواب من الكتلة وكتلة الاعتدال الوطني، التي ستتبلغ من حزب الله جوابه النهائي عن مبادرة الاعتدال الرئاسية. ويأتي اللقاء بعد أسابيع من التأجيل. ورجحت مصادر مطلعة أن يتسم جواب الحزب بالإبهام حيال جوهر المبادرة، الذي يركز على فتح دورات متتالية لعملية انتخاب رئيس للجمهورية وعدم تعطيل النصاب، إذ لم يتم الاتفاق على اسم واحد يرضي الجميع. ولفتت المصادر إلى أن الحزب ما زال يصر على الحوار والاتفاق على مرشح واحد وعدم الذهاب إلى الانتخاب قبل ذلك.